اخو عياره هلا وهذه التجاره هلا العبوس طاره هلا وفن ومهاره هلا دكان الحاره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير ويا مرحبا ويا هلا بكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وموسم جديد لدكان الحارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبدأ من دكان الحارة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، يرجع لكم دكان حارة بعد طول غياب ونرحب بكم في أول حلقات البرنامج. يقولون يا جماعة الخير من طول الغيبات جاب الغنايم، ويقولون يا محلى الجمعة لو على فانوس وشمعة، ويقولون ليس كل ما يلمع ذهبا، يقولون يا جماعة الخير من أمثال سوقنا ودكاننا مبطأ منجا، ويقولون إذا ما شالك المكان تشيلك العيون، ويقولون ابن الفار حفار وابن الوز عوام، يقولون بعد في الأمثال ترفق تتوفق، ويقولون الصلح بعد العداوة أطيب من الحلاوة، ويقولون بعد طال خاله يا زينة في حاله، يقولون في المثل المعروف والمشهور اللي ما يعرف الصقر يشويه. ونا نقولكم في هالحلقة أهلا وسهلا ويا مرحبا فيكم، بعد انقطاع قرابة 3 سنوات يرجع لكم سوق الحارة. إن سوق ولا لا يا أبو فهد؟ الله الله، أي والله أيه. نتواصل وإياكم من داخل المملكة العربية السعودية على الرقم التالي وهو 012-77-444، وكذلك من خارج المملكة العربية السعودية هلا وغلا ويا مرحبا عين الحاف وعين فراش على الرقم التالي وهو 966-21-400. نقول يا حياكم الله ويا مرحبا فيكم في هالبرنامج، مبطين عنكم ومشتاقين أكثر وأكثر. اليوم ما شاء الله أبو فهد ومعنا عبد الرؤوف ومعنا ما شاء الله يبدو سوق مليان، ولا لا يا سعود؟ إلا يا أبوي وأنت الصادق. الله يبارك فيك، وش عندك يا أبو فهد من الدكاكين السوق؟ الحين بعنا طال عمرك أقمشة. أقمشة؟ إي نعم. ترى إن كان لك في عندك أحد تعطيه شو اسمه؟ كسوة ولا شيء؟ والله ولا الوالدة شي. بس هذا مو بلبس الوالدة، الوالدة ما تحب الألوان فاتحة. لا ما تحب البرتقالي؟ لا ما تحب البرتقالي. البرتقالي ضايق عليها؟ لا لا لا. يلوق عليها البرتقالي صار مزحف. لا لا الكبار ما يحبون الشيء اللي يقولون دقتها صغيرة وذا. الغامق. نعم. وش بعد وهالمواعين ما شاء الله ما شاء الله. بس الناس الحين يشترون هالمواعين ولا ما يشترونها؟ والله الحين 4 حبات وتكفي. وتكفي كل شيء من المطاعم الحين. ايه عاد يشتركون مره واحده. هذا وش ينطبخ فيه ذا صغير؟ هذا كشنه. هذا حق كشنه. سعود وش عندك من الفواكه يا بوي؟ يا بوي عندنا من الفواكه اليوم عندنا من البصل. بصل فواكه ما لا. تجي هذه من الخضار. من الخضار طيب ارفعها في يدك نشوفها. عندنا من البصل ايه؟ الزين. وعندنا من المانجا. المانجا ما يحتاج. وعندنا يا بوي من الموز ايه؟ وعندنا من الموز. كم كيلو وهي سعود يجي؟ ب4 ب5 بكم يجي؟ ب4 ريال. عبد الرؤوف البهارات والعلوم الغانمة تعال وري الناس ما شاء الله. هذا يا ابو فهد ايه؟ سوق الحارة ده. وش عندك يا عبد الرؤوف؟ هذه قرفة. ايوه ايه جاي من اشوف من الهند. لا من سريلانكا. من سريلانكا. اي والله لا كويس. هذا اي ما شاء الله. هذا ترى ينشرب ويحط مع الرز ولا مع الرز؟ ايه ما اكل كذا. كم ايه؟ كيلو هذا؟ كيلو رخيص. هذه 5 ريال كيلو. يا بلاش. اخاف انه مدود بس. لا زين بين. لا زين طعمه طيب. هذا زين نسلمك الله. اذا حط فيه ايش؟ حط على شكل شاهي.
إيه عرفت يعني يدق 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 يطحن ويحط سلمك الله يخدر بالشاهي يطلع من أحسن وما يكون هذا وزين اللي سبحان الله اللي فيهم سكر ولا فيهم هذا إدواء لا بعد أنا ما أدري أنا أذكر يقولنا زين في حالة الطلق يقولون الله أعلم نعم يقولون أنه يساعد نعم أي نعم ويقولون سلمك الله العويدي زين بعد في الرز ما يحتاج أوه الرز دواء ما يحتاج خليت شبديت وشغل من أحسن ما يكون نعم والله طبخنا واحد أطبخنا واحد يا عبد الرؤوف خدنا شاهي ما شاء الله وش بعد وش عندنا من المحلات وش معنا من الشغل عندنا يبدو هالمسابقات في هالدكان ايه عندنا مسابقات جديدة نعم منها وفي شيء قديم يقول قديمك نديمك نعم من المسابقات عندنا الجديدة ان بنسأل الجمهور سؤال إذا مفروض يجاوب خطأ شوف خالف تعرف جوابه لازم يكون خطأ يعني إذا جاوب صح نقول بين البايع وبين الشاري يفتح الله خلني أعطيك مثال عليه قول يقول إذا زعلت لازم تجاوب خطأ إذا زعلت وش تسوي فرش أسناني مثلا أيوة ايه؟ طيب إذا صوت القطو إيش طقبوري يطقبوري نعم بيبيب أيوة مثلا لا يصير جوابك صحيح نعم. إذا كان صحيح يطلع خطأ نقول اطلع بنسألك خمسة أسئلة كذلك عند سعود لعبة وش اللعبة يا سعود اللي هنا يا بوي عندنا لعبة الفناجيل وهذه اللعبة معروفة عندنا من قبل طيب عندنا قرش أنت بتخمن القرش تحت أي فنجان واحد اثنين ثلاثة أربعة أربع فناجيل حلو وانت بتحركها شوي خلنا نشوف وين فيه افتح معي ايوه خلاص. موجود في الفنجال الثاني يعني حرك شوي ايوه حلو حلو وانا بنقول هذا رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة رقم اربعة رقم اربعة حلو حلو وكذلك عندنا لعبة اللي هي الميزان الميزان بناخذه نوع حراج واحدة حراج ثنتين زين الميزان طبعا معنا هذا وش تسمونه يا ابو بدر مخرجنا ومبدعنا حمص أيوة نسميه بليلة وقريض قريض لا مو بقريض لا هذا حمص هذا حمصي ما يبي له اسمات ما يبي له اسمات هذا يا ابو بدر مخرجنا وحبيبنا استاذ ماجد صلاحات يعطيك العافيه على هالشغل وهالفريق الرائع اللي معنا له وزن معين ابو بدر انت تعرفه ولا ما تعرفه ما تعرف الميزان كم لا 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 بس انت تعرف كم تقدر قدر كم 3 كيلو مالك لوا طيب حلو ابو بدر مخرجنا يتوقع ان هذا 3 كيلو لا هو أزود شوي زين فإنا بنخمن أنه وياكم كم تتوقعون الكيس هذا فيه من كيلو كذلك عندنا لعبة الحروف مع عبد الرؤوف عبد الرؤوف عطنا نمونة من حروفك اللي موجودة معك خذك ذيك يا أبو فهد شوف محيل لنا بتعطينا أنت حروف مجزأة عطناها شوف مثل في ميم واو را ف ميم ايه هذه حروف واحد كلمه واحد وفي كلمه ثانيه ميم نون عين يعني لو جمعها او بدل وغير يطلع شيء نبيعه في الدكان في دكان الحاره عطنا اللي قبل وش يساعد الناس فيها وش في حق المطعم حق الاكل قلها شوف مره ثانيه ميم واو را ف ميم هذه كلمه واحد وفي كلمة ثانية ميم نون عين وفي كلمة ثانية ثالث ميم ها لام طيب وش الكلمة قلها حلاوة طحينية لا وش قلها الكلمة لا قلها ما يضر هذه واحدة على البيع هذه رجاحة هدية لحم غنم مفروم لحم غنم مفروم حلو ما شاء الله لحم غنم مفروض إذا ناخذ أول اتصال معنا الأخت حنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول اتصال من أي منطقة يا أختي الرياض من الرياض يا مرحبا وهذا أول اتصال مع الجزء الثالث من دكان الحارة أول شيء شفت الأجزاء اللي سابقة يا أختي نصها زين الحمد لله أنا قدمنا ما يقارب من 120 حلقة تقريبا ثم توقفنا إلى 3 سنوات ثم رجعنا وياكم بهالثوب الجديد عندنا سؤال خفيف
بنبدا مع ابو فهد الاستاذ راشد الدوسري ونستعين بالله. طيب اختنا حنين بيعطيك لغز على شارك انت والمتصلة، دائما نكون متسامحين. يقول اللغز: ما هو الشيء الذي يجري ولا يمشي؟ ما هو الشيء الذي يجري ولا يمشي؟ وشو؟ شيء يجري ولا يمشي. النهر. النهر قربتي حوله، طبي فيه. وشو؟ السحاب. لا لا وين ابعدتي؟ انت في النهر. لا لا وشو اللي في وسطه؟ الماء. الماء. الماء وصح. ويا سلام، سجل اسمها حنين من الرياض. حنين سجلها معنا. حنين من الرياض. طبعا جوائز لو ايش قصتها يا راشد؟ القصة الجوائز طال عمرك حنسوي سحب ان شاء الله نهاية الحلقة على الاسماء اللي بناخذها الفائزين معنا. بتكون معنا في هالغلة، بنجمع الفائزين معنا ونضع اسماهم ثم نختار اسم واحد بيفوز معنا تقريبا بألف ريال، وكذلك بنعطي هدية خاصة بنقول في وقته. خلها ايش. طيب نعم. بسم الله يلا. معنا ظافر من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله ظافر. الله يحييك، كيف حالك؟ كيف حالك يا أبوي، عساك طيب؟ خير الحمد لله. الله يحييك. من وتدرس تشتغل وين شو تسوي في الدنيا؟ أدرس. ما شاء الله. دكان الحارة وبثوبه الجديد، وش رايك في المسابقات اللي قدمنا؟ وش الشيء اللي جاز لك وتحبه وتحب أن نرجع في هالحلقة أو في الحلقات القادمة؟ والله كله زين؟ كله زين. كله زين، ما شاء الله ما شاء الله، يعطيك العافية. إذن مع عبد الرؤوف الحروف المجزأة، يعطيك حروف مجزأة مفرقة، أنت حاول أنك تجمعها وبتطلع شيء ينباع في دكان وسوق الحارة. يلا يا عبد الرؤوف. نعم يا السلام يلا. عليكم. وعليكم السلام. في حقك سوا اثنين كلمة. أيوة. شين ميم شين ميم، هذه واحد كلمة. أيوة. وفي ثاني كلمة واو يا كاف لام كاف. كيوي ومشمش. آه. كيوي مشمش. وجدام في أربعة. كيوي ومشمش. كيوي ومشمش مشمش صح. لا 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 قربت حولها. مشمش صح. لا مش مش صح. مش مش صح. مش مش صح. شو مش مش صح؟ ما تجي. لا. إلا تجي. مش. بس بقى كن وقريبت من كيوي أو كيوي. كيفي. طيب إيد الكلمة الثانية. واو يا. أيوة. كاف لام. لا علاقة بالوزن يا أخوي ظافر. كيلو كيلو. كيلو. مش ومبروك مبروك ما شاء الله. سجل اسمه يا سعود. ظافر من الرياض ما شاء الله ما شاء الله. جمهورنا كذلك. عبد الرحمن من الرياض. عبد الرحمن حياك الله. عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حياك الله. كيف حالك؟ وين تكلمنا من؟ من الرياض أنا. حياك الله. طيب أبو عبد الرحمن لبيه. إلهي إلهي عندي لك لغز. أنا أم عبد الرحمن. أنت أم عبد الرحمن حياك الله. يا مرحبا. شلون الدكان معكم عقب ما رجع؟ والله يحبك. الحمد لله. إذا في ملاحظة في شيء علمونا، ترى الحين تونا بادين. طيب. الله يجزاكم بالخير إن شاء الله. الله يوفقكم. آمين آمين. نعطيك لغز. يقول لغزنا: ما الشيء الذي لو حذفنا وسطه انقلب ضده؟ شيء إذا حذفنا وسطه انقلب ضده، له علاقة باللغز الأول ترى. شيء إذا حذفنا نصه ينقلب ضده. البحر. ربك في الجنة. حذفنا النص يصير بر وصح. ومبروك أم عبد الرحمن. سجل أم عبد الرحمن عندك. أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن من الرياض. إذن نقول لكم فاصل ونرجع وياكم نواصل مع دكانكم دكان الحارة. بس قبل أذكر لكم أرقام التواصل مع عبد الرؤوف من داخل المملكة العربية السعودية. يا مرحبا وحياكم الله على الرقم التالي وهو 01-27-77-44. طيب وكذلك خارج المملكة نرجو من جمهورنا أن الخارجي لا يتصلون عليه، هو لمن يكلمنا من خارج المملكة العربية السعودية وهو 00-01-27-77
4444. إذا فاصل ونرجع وياكم ونواصل مع دكانكم دكان الحارة، ناخذ استطلاع، خذينا سؤال ونشوف الجمهور وش قالوا على السؤال هذا وش إجاباتهم، نرجع وياكم مع دكانكم دكان الحارة. أقبال 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 جاكم 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 دكان الحارة ساقني يا جماعة، لقيت بأجمل وأحلى بضاعة. أستاذ حسن، سؤالنا يقول هل تعطي مصروف لأبنائك بشكل يومي أو أسبوعي أو كيف؟ طبعا لما كانوا الأولاد أطفال كنا نعطيهم، أو في المدارس كنا نعطيهم مصروف يومي، ولما صاروا بالجامعة صار المصروف شهري. بس بعد التجربة أنه المفروض يتعامل مع الولد الصغير من أول مرة يعطيه مصروف أسبوعي أو شهري مشان يتعلم كيف يدبر أموره يعني بالمصروف اللي بأخذه. على حسب احتياجات البنت يعني، ما بين أسبوع أسبوعين، لكن تعرف أنت بعد مصروف الراتب الشهري يعني تحدد احتياجات كلها. يعني أحيانا تعطيهم من أول ما تسلم الراتب تصرف لهم، ولا تأجلها لهم لين يحتاجون؟ لا لا، على حسب احتياجاتهم يعني. ممكن اليوم هي ما مرتبطة بالراتب نفسه، لكن تخبر الراتب دائما هو اللي تصير أنت يعني على طول مستوى الشهر كله محدد وش تبغى وش ما تبغى وش اللي الأولويات وش ال. يعني قصدك انك اول شيء سدد الديون اللي عليك وخلص اللي عليك، ثم تعال اذا بقى معك شيء وزع عليهم. لا، هي نفس الطريقه كذا، وبنفس الوقت هي من ضمن الاولويات يعني، زي ما تسدد مثلا فاتوره جواز، زي ما تسدد مثلا بيت، احتياجات المنزل يعني اليوميه، هي من ضمنها يعني تدخل بشكل يومي. محمد، ابوك يعطيك مصروفك بشكل يومي ولا اسبوعي ولا شهري؟ شهري. شهري، ولو اعطاك يومي مو بحسن لك؟ زين. أزيالك. طيب شو تسوي في المصروف؟ أشتري فيه أشياء وكذا يعني، تعرف يعني تقضي كله ولا تبقي منه تدخر؟ أبقي شوي كذا عشان يعني لو مرة ثانية جيت كذا. يومي تعطيك بشكل يوم؟ إيه. تقريبا كم؟ تختلف عاد يعني، مثلا يعني المدرسة 10 كذا عادي، أيام الإجازات عاد تختلف كذا. الإجازات تزود؟ إيه. توصل 25؟ إيه. تصرف 25 كلها؟ إيه. ما تبقي منها شيء؟ يعني تبقى منها شوي. شو تسوي الباقي؟ بعدين أستفيد منها شيء. بشكل يومي وعلى حسب الحاجة، إذا كان في طلبات ثانية أطلب منه ويعطيني. قصدك إنه أحيانا تطلب زيادة من المصروف؟ أحيانا. وأحيانا تكتفي باللي أعطاه؟ أيوة، أحيانا نكتفي بالمصروف اليومي ولا أحتاج الزيادة فيه. أقبال 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 جاكم 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 لازم تصفر. دكان الحارة ساقني يا جماعة، لقيت بأجمل وأحلى بضاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا فيكم مع الحلقة الأولى من برنامجكم دكان الحارة. في جزءه الثالث نقول حياكم الله ويا مرحبا فيكم، ومعنا اخونا وحبيبنا ابو فهد. حياك الله ابو فهد. الله يحييك. تقول فيه هقمشه وفيه كسورات. اي الله الله، انا عندي ماسك محلين. ايه الله، بس ان شاء الله يا رب يكفينا شر العين. امين ان شاء الله. عندي هقمشه وحاطن هذا كنه مولي. تنه مولي. مواعين، شوف زي ما انت شايف. إيه؟ مواعين تنه مبلي، بس اني واقف من جنبه، بس سبحان الله تعرف ما مش هذا سعره مسوقه. ايش ذا؟ بس القدور ذي قديمة يا أبو فهد، ما حد صار يطبخ فيها، الناس الحين طاحوا في الكاتم، طاحوا في الـ ولا لا؟ صادق، بس قديمك نديمك. عجيب. الناس لا زال لهم حب هالقدور، هم واعين. صح. يحبونها يعني. هذا جاك، افرض عندك طالب جامعة يروح الجامعة ويتأخر ما يجي له 3 العصر، نطبخ له في السبير؟ مو نطبخ له، نبقي له وين بقي له؟ في نص ربع دجاج، وتعطيه ومع كبيسة رز، وين تحطها فيه؟ صح. فصغير. في طريقة زينة يقولون، إذا هذا كان في الكاتم حطه في ال وش يسمون هذيك المضغوط، الحافظة. حافظة. إيه؟ لا عاد ما تعرف من قبل. ايه؟ ان شغلنا على قدر مرق وقدر شو اسمه رز. ايه وباميه وفويله. ايه لا، الفويله الصبح. الفويله الصبح. اي والله اي والله، لا يطيح مواعين. لا يطيح مواعين. بس وش رايك في التقرير؟ لا ممتاز. انت تعطي عيالك، شلون تعطي عيالك مصروف؟ والله انا طواري، انا مرت قلت لهم بعطيكم للاسبوع قطوعه مثلا. ايه؟ 20 30، طيروها في يومين 3 ايام،
صرت أعطيهم باليوم على طول على طول. سعود أحيانا ينسى. أيه. ولا لا يا سعود تعال تعال خليك في ذي عندنا. أنت تحب أن لين جينا نعطيك المصروف أنك تأخذه مرته واحدة مثلاً 20 ريال مرته ولا تأخذ كل يوم حسب يومه؟ لا أخذ كل يوم حسب يومه عشان يمكن أقضي يمكن هالعشرين في يومين أو ثلاثة. طيرها على طول ما تكفي. ما تعرف توفر شوي؟ يعني نعرف نوفر في بعض الأحيان. نعم. ما عندك حصالة؟ إلا عندنا حصالة. والله شكله عندنا. لا عندنا صاحي هذا ما عنده حصالة. جيب خذ قدر واخرمه وحط فلوسك معه وحط غرة يصير يصير. نعم يصير. بس مشكلة شلون بتفتحها؟ لا تقول بتجيب لك مفك صلصة وتفتح ما ينفتح. ما ينفتح ما ينفتح. خذها وده روح المحل قشتر ذا وعد اللي فيك باللي فيه باللي فيه. طبعا ان الفترات الماضيه كنا قدمنا ما يقارب اكثر من 33 لعبه في برنامج دكان الحاره وكانت متنوعه. يعني ان العاده كل 4 حلقات 3 حلقات يعني تكون عندنا بعض الالعاب تكون عندنا بعض الاسئله الجديده. من الاشياء الجديده اللي عندنا اللي هي سؤال الجواب الصح يعتبر خطا. يعني اذا سالناك سؤال لازم تكون جابتك خطا بقدر المستطاع. وننتظر كذلك التلفونات اللي ذكرناها من داخل ومن خارج المملكة العربية السعودية. من الأسئلة اللي بنسألها القماش هذا أو الطاقة كم تتوقع فيها من متر؟ وش تتوقع يا أبو فهد؟ أي واحد عاد أنا راعيه وشلون تتوقع؟ ايه أنا اللي شاريه. أنت اللي شاريه بس أي واحد من بعيد ما داعي أقرب أي واحد. ايه هذا كم تتوقع فيه من متر؟ من متر أشوف. ايه أنت بالوزن؟ لا وش وزنها؟ بالشيل؟ لا وش بالشيل ما يصير. ايه اشوف هذه كم متر هذه طال لا لا ذا راهي مو ب... وشلون توزن لو ما عندك متر وشلون توزن وشلون تقيس على يدي؟ طب خلنا نشوف. شوف الحين هذا تعلم يا سعود تعلم. هذا طال عمره كذا. لا لا مالك لو كذا 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 بس هذا هذا طويل. لا ما لا يحطه من 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 يده لين خشمه. من يده لخشمه. ايه ما يصير الا ما يصير. هذا 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 كذا متر. هذا متر هذا متر ثم كذا مترين مترين. آه. اها وكذا 3 متر. هذا الان ويقول لك وشوي علشان عالذمة. اي لا وعشان لو بغيت تقصري وتطولين ولا شيء على طول. جميل تبين اوريك بعد وين مقصي ولا المقص ما ولا محتاج. لا 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 تقدر تحوس علينا شغلنا يزعل علينا سلطان. ايوه طيب ما شاء الله ما شاء الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. ايه ما شاء الله لا إله إلا الله. لا ترى ترى على فكرة شغل الأقمشة مربح مربح جدا ولا عجيب. في تعب إيه؟ ولا في تعب مجرد هذا البضاعة تجيبها وتجلس عندها. بس عيبها يا أبو فهد إنهم يقولون إن أحيانا إذا راح الموديل ولا راح ذي تروح عليك. هذا عاد أنت وينك يا راعي المحل إيه؟ وشلون تقوم تلفلفة وتزينة وتدوكرة وتصرفة وتبيعها. أي نعم وتقول والله خذ لك طاقة ونعطيك طاقة هدية. حلو حلو. إيه لا لازم تحرك. لا وأحيانا سبحان الله الموديلات بعضها يعني أنت وزها عندك في مستودع بعدين تمر 3 سنين 5 سنين وترجع الموضة. إيه تمشي. نعم نعم الموضة دلت الحين كل مالهم يرجعون. جميل. خلنا ناخذ الأخت نورة من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت نورة هنا نسأل اللي شفنا في السؤال في التقرير هل تحبذون أنكم تعطون أخوانكم وعيالكم المصروف بالسبوع ولا كل يوم بيومه؟ أنا أخذ مصروف في شكل أسبوعي. كم تقريبا وهل توفرين ولا ما توفرين؟ أي أوفر. كم توفرين تقريبا؟ النصف؟ أقل من النصف شوي. ما شاء الله. ويطلع لك في الشهر حدود كم ما شاء الله؟ والله ما أدري لأني إذا احتجت شيء منه أخذه وأصرفه. ممتاز ممتاز. هذا يعني علمنا على سبحان الله أن الواحد كيف أنه يقدر يوفر. عندنا الأسئلة الآن بتكون خفيفة اللي هي الجواب الصح لازم يكون السؤال اللي بسألت إياه لازم تجاوبين عليها بخطأ. زين؟ ايه طيب. ايوه بس بنصير سهلين معك شوي لان هذا اول يعني سؤال نساله معكم. يقول السؤال اذا فرحتي وين تروحين؟ اصيح. اصيح حلو. وش تا لين جيتي تاكلين وين تروحين له؟ امشي. امشي. يقول في الفطور وش تاكلين؟ حلاو. حلاو. حلاو؟ والله ممكن الناس تاكل حلو. يقول اذا جيتي تلعبين وين تلعبين فيه؟ في المطبخ. في المطبخ.
طيب يقول الغسالة، الغسالة وش تسوي؟ شو نسوي في الغسالة هنا؟ نطبخ فيها. نطبخ فيها. يقول البحر وش لونه؟ أحمر. أحمر وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نوره. وفيتي وكفيتي تدخلين معنا في الغلة ويعطيك العافية. ما شاء الله ما شاء الله. الحين عرفوا أهلها من اللي يخرب الغسالة. أيوة اللي يطبخون فيها. نعم. إذن عندنا نوره من الرياض ما شاء الله كان. حياك الله محمد. الله يحييك. يا مرحبا. كيف حالك وشلونك وشلون نجران؟ والله بخير الحمد لله. صار الحمد لله تمام حبيبنا. نسألك سؤال ولا ناخذ عند سعود؟ سعود سعود عنده مسألة. تفضل يا سعود. ترى شيخ محمد تفضل. أنا في نجران إن شاء الله بعد 25 يوم عندكم إن شاء الله. الله يحييك. الله يطول عمرك. خلنا نشوف مسألة سعود وش عنده من مسألة حسابية. عندك آلة؟ لا والله ما عندي. طيب أجل إن شاء الله ذهين وبتعرف تحسب. يلا يا سعود. حياك الله. الله يحييك. اللعبة الطريقة الحين بعطيك عدة مقاضي ومعها المبلغ. أنت بتحسب لي المبلغ وتشوف المقاضي هذه كم المبلغ الإجمالي لها. جاهز؟ جاهز. بسم الله. أبو عبد الله راح للسوق وخذ مع عياله ومعه 120 ريال ويبي يشتري هالمقاضي. خلنا نشوف هل 120 بتكفي ولا بتزود المقاضي عليها. خلنا نشوف. أبو عبد الله شرب 13 ريال مناديل وب 8 ريال أعواد أسنان وب 11 ريال شامبو وب 16 ريال صابون مواعين وبسبع ريال جالون لبن وب15 كاسات وصحون بلاستيك وب22 ريال دقيق وب9 ريال باكنج بودر وب10 ريال فول سوداني وب6 ريال جوز الهند. ها يا ابو عبد الله كم صار المجموع؟ المجموع تعدى 100. تعدى 100 بس. ها شوف كم هو بين 100 116 مالك لوا فوق 121 فوق. هذا اخر محاوله يا محمد. لا تحسر به. لا تحسر نجران ذا حبيبنا. ها اخر يعني فوق كم وتحسن؟ هو فوق 26 وتحت 30 قريبه. واوضح لك يا محمد. اسمع عاد ورا. ها 27 مالك لوا 20. طيب مالك لوا وش قال؟ وانا وصل كم قلت يا ابوي؟ 28 29 صح عليك. 129. اذا بنصير اليوم سامحين معكم في هالحلقه. اول حلقه المره الثانيه بنقول بين البايع وبين الشاري يفتح الله. من نجران اخونا محمد. سميه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حيا صلاه اخت سميه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حيا صلاه سميه. عليكم السلام. لو تقصرين على التلفزيون تسمعيننا من التلفون يا اختي. السلام سميه. المصروف وش طريقتكم مع اخوانكم مع عيالكم؟ هل تفضلين انه يكون تعطينهم قطوعه مره واحده او يعني تجزئين لهم كل يوم بيومه؟ لا احب يصير مره واحده. كم في بعض الناس يعطي بالشهر ممكن؟ في بالشهر. ايه يعني ممكن بعض العيال يعني او البنات يرشدون يعني بهالشيء. ممتاز. اذا خلص خلاص تحمل نفسك. اذا صرفها يعني صرفية زينة أحسن. جميل ممتاز ممتاز. طيب في بعض الناس أنا أعرفهم بعض الصغيرين ما شاء الله يوفر ويصير ياخذ السندوتشته من بيتهم يعني ما شاء الله يصير ذهين بحيث أنه ممكن ياخذ سندوتشته من البيت ياخذ عصير الموية يحط في الثلاجة. أحسن وأحسن وأصح. أي وأصح لأن أحيانا المقاصف لس عليها شوي وتكون حتى وجباتها يمكن مهيب مقبولة أو إلى آخر ذلك. طيب معنى الحروف المجزأة ومع عبد الرؤوف يعطيس مجموعة. لا تسمع شوي لا ترفع الصوت شوي. ابشري إن شاء الله ابشري. عبد الرؤوف بيعطينا مجموعة من الحروف المجزأة
جمعيها، قدمي بعض الحروف تطلع كلمة شيء نبيعه في وسط الدكان. الكلمة الأولى يا عبد الرؤوف. السلام عليكم. كل كلمة يعني؟ إيه بيطيس حروف مفرقة وأنت يجمعيها. لا يبدأ. يلا. إيه بيطيس حروف مفرقة وأنت يجمعيها. لا يبدأ. يلا. في ثلاثة كلمات حقنا. لام. يا. أليف. دال. لام. لام. يا. يا. أليف. ألف. سين. هذه واحد كلمة. جيم. لا اسمها أول أهم شيء. في ثلاثة كلمات حقنا سواسو. لازم جمع حروف. وكلم واحد كلمة. واطي الصوت. طيب عدها. ارفع الصوت شوي عبد الرؤوف. لام. لام. يا. يا. أليف. ألف. سين. هذه واحد، هذه واحد كلمة. سهلة واضحة. إيه. وفي تالي باء. أليف. أيوة. واو. أيوة. كاف. ألف. أسهل من الأولى. آخر كلمة. آخر كلمة. مدري أحس إني ما أعرف، ما بسمع زين. إيش نسوي بذنيت؟ إن الحكي زعقنا، سمعونا اللي جيراننا. عرفتيها ولا لا؟ أنت طريقة يقول لك كلمات وأطلع كلمة منها الحروف. أي أيوة. هي أصلها كلمة. أيوة. يعني حروف مفرقة. أنت أيوة. قدمي حرف وقدمي حرف سهلة ما يبي لها شيء. عطنا أول كلمة حلها لها. أول كلمة إيش؟ لام. لام. يا. يا. ألف. ألف. سين. سين. وش الكلمة؟ اقرأها. أنا أقرأ؟ اقرأ عاد ما في مشكلة. جبنة. جبنة. شي جبنة؟ لا. سائل. 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 جبن سايل. ها بقى كلمة جيبيها وتفوزين. ها يقول جبن سايل، بقى كلمة واحدة. شيء نبيعه في الدكان. حق النص. باء ألف واو كاف ألف. كاف ألف. إيه. إيه. يلا يا أختي عجل علينا. كاف وألف بعد. باء ألف واو كاف ألف. واو. كاف ألف. ما تغير لي السؤال، ما ادري احس اني والله عاد هو علمت الان كلمتين، بقى كلمه واحده. كلمه واحده حتى النوس. هذا فاهمه الطريقه بس اني ما انت خليها عند خليها عندك وضبطي الامور وناخذ اتصال اخر ايضا. معلش شكرا يعطيك العافيه يا اختي. وناخذ من الدوادمي اخونا وحبيبنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. هلا والله، وشلونك يا ابوي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. محمد وين تدرس يا ابوي؟ بالابتدائي. اي سنة؟ سادس. سادس. انت دائما تاخذ مصروفك في الصبح ولا في الليل؟ مرة من المرات نسيت المصروف، وش قصتك مع المصروف اليومي؟ اخذ الصبح. الصبح. ما في يوم نسيته كنت متأخر وعجل ومستعجل ومشيت بدون مصروف؟ إلا في الأسبوع مرة. يا ساتر. طيب وش تسوي في هالحالة يا أبوي؟ تأخذ من جارك ولا تصوم ولا وش تسوي؟ لا عادي ما تصبر؟ ها؟ تصبر يعني ما تفسح في المدرسة؟ أفطر. إيه أفطر. بيض الله وجهك. ما تقول واحد من زملائك سلفني ولا عطني جغمة ولا عطني؟ إلا تقوله؟ إيه ايه ما شاء الله، بيض الله وجهك. طيب عندنا سؤال مع ابو فهد لغز مع استاذ راشد الدوسري. طيب محمد. محمد الو. شلونك ابوي؟ عساك طيب؟ الحمد لله. اعطيك سؤال سهل ولا سهل جدا؟ سهل جدا. سهل جدا، خله سهل احسن. سهل. سهل. شهر من الشهور الهجريه اذا حذفت وسطه صار فاكهه. رمضان. يا ملك يا شيخ، سجله محمد من الدوادمي اللي يتقاسم الخبزة مع رفيتزا. سجل محمد من الدوادمي، مبروك تستاهل. أماني. السلام عليكم أماني. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. وشلونك عساك طيبة؟ الحمد لله. موظفة طالبة؟ لا طالب. تاخذين مصروف شلون؟ بشكل يومي. بشكل يومي ويكفي؟ إيه الحمد لله يكفي. طيب
بنعطيك يا سعود جاهز لعبته. لا سعود عنده لعبة الفناجيل. فناجيل يلا. عندنا الفناجيل مع سعود. شوف اللعبة سهلة يشرحها لك سعود. السلام عليكم. معك. طيب الحين تحت واحد من هالفناجيل الأربعة فيه قرش، أنت بتخمنين واحد اثنين ثلاث أربع في أي فنجال تحته القرش. بسم الله. قرش قرش ولا جنيه ذهب يا سعود؟ لا قرش قرش. قرش وش اليوم؟ استاذ عبد المجيد سمي. ممكن تغيرون اللعبة لاني اول مرة اكل. لا والله هذه اللعبة اللي عندنا شوفها سهلة يا اختي. ها ايوه. طيب الحين يا اختي اختاري رقم من واحد الى اربعة وبنشوف اي الفنجان اللي انت اخترتيه صح تحت الفنجان ولا لا، لان هذه اللعبه اللي عندنا في الحلقه هذه لك. عطها كم محاوله؟ طيب عشان ما يض حرك يا سعود بعد زياده. ايوه لك حاولي لين تجيبين. لا تخافين انت الحلقه الاولى ترى سمحين. اليوم تخفيضات. اليوم تخفيضات. هاي يا اختي الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ الاول من اليسار. الاول من اليمين. الشر يا سعود قل هذا. هذا هو. هذا هو يا اختي. ايوه ما شاء الله. جبتيها وانت تقولي ان اول مره. سجل اسمها الاخت اماني من الرياض. ما شاء الله سجل. عندنا القلم هناك يا سعود روح سجله. ما شاء الله يعطيكم العافيه. معنا اخونا وحبيبنا سعيد. جعل ايامك ان شاء الله كلها سعيده. كيف حالك يا سعيد؟ عساك طيب يا ابوي. حياك الله مسيت بخير. يا مرحبا وشلون نعز عليك؟ يا اخوي راشد. هلا وسهلا يا مرحبتين. حياك الله. طيبين. كل عام وانتم بخير. وينك يا سعيد؟ تدرس ولا موظف ولا وش تدبر في الدنيا؟ والله كلش موظف وادرس كلها مشكله. بتاع كله؟ اي والله. سبع صنايع يعني. وين تدرس فيها يا سعيد؟ سم؟ وين تدرس الله يحييك؟ ادرس في جامعه الملك فيصل. اوه اجل في الرياض ولا وينك فيه؟ حسن. انا في الرياض ادرس في الانتساب. ما شاء الله يوفقنا وياك ويسر امورك. تجي تشتغل معنا شكلها؟ ترى ما تجي تشتغل معنا تكمل ترى وش زينها ناقصنا واحد. ما عشان الراتب واجد. لا 1000 1200 1300 انت وهمك. ابد اللي تبيع لك نسبه منه. زين؟ سم خير ان شاء الله. طيب سعيد عندنا لعبه خفيفه اسمها حراج واحده حراج ثنتين. عندنا الميزان الان خمن. عندنا حمص زين ومعه قشر قهوة. هذا زين؟ قهوة ولا زبيب؟ لا هذا قشر قهوة. قشر قهوة ظهر قهوة يمنية. زين هذا هو يا ابو بدر. اوه والشغل شغل 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 لا كان لا جرى. ها المطلوب. هذا قشر واجد. ها وشو؟ القشر واجد. ايه شوف. ايوه المطلوب يا سعيد تدري وشو؟ ايه نبيك تعرف انه كم وزنه؟ قشر قهوة وحمص حب. حمص حب يعني لو كان حمص مطحون ما له وزن. نعم خفيف. كم يا سعيد والله تتوقع؟ والله القشر تقريبا اثنينهم لا تحسب القشر لحاله. احنا نقول القشر كيلوين. ايوه كم تقول يا سعيد؟ ولا عطني تخمين واحد. اللعبة ذي سريعة كل شوي بناخذ اتصال بشكل سريع. طيب أربعة كيلو تقريبا. أربعة كيلو مالك لوا. أربعة إلى ستة. لا عطني حدد واحد. حدد. أربعة كيلو مالك لوا وبين البايع وبين الشاري يفتح الله. يفتح الله. اتصال من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا خالد. سوريا راح. معنا اتصال من حسن. من؟ هذه اللعبة لازم يصيرون مثل اللي يحرج هذا بسرعة. حراج واحدة حراج ثنتين. تم أقول أبي القلم اللي يكتب معك الثاني. في قلم يكتب وفي قلم الثاني. أي واحد فيهم؟ لا أبي القلم الثاني في المسطر بسرعة. طيب سم خذ هذا يا أخوي. لا أبي القلم الثاني اللي أي في المسطر يا أخوي ما في إلا في المسطر هذا. طيب معناه أنه لازم أن نخمن بشكل سريع على السريع كم السريع. تتوقع قشر القهوة وكذلك الحمص اللي معنا هنا أنه في الميزان يعني نقول ها تحت الخمسين كيلو. تحت الخمسين أكيد ما فيها حتي. وزين معنا مريم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مريم. ألو سلام عليكم. كم تتوقعين الوزن قشر القهوة والحمص كم تتوقعين؟ ألو السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. هيا مريم.
ممكن تعيد السؤال؟ كم وزن اللي تشوفينه الآن على الشاشة؟ القهوة والحمص، كم تتوقعين؟ خمني من الشكل. ها؟ ساعدني. ساعدت أقل من 50 كيلو وأكثر من كيلو. الذمة مطلوبة في هالأيام. نعم أكيد أكيد أكيد. أكيد. هاي أختي. كم؟ كم قالت؟ كم؟ كم نقول؟ كم نقول؟ عشرة. مال تلوى وبين البايع وبين الشاري. يفتح الله. ناخذ اتصال آخر، المطلوب خمن كم. سلطان معنا، سلطان من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هلا أبوي سلطان. ها. بسرعة بسرعة، إذا كلمك أحد قل سمي أبوي مو بها. طيب كم تتوقع من كيلو هذه اللي هو قش القهوة والحمص؟ كم؟ كم نقول؟ كم نقول؟ 5 كيلو. 5 كيلو مالك لوى. شكرا للسلطان، قال 5 كيلو ومو بصحيح. ريم من تبوك، حياة الله يا ريم. يا ريم، ريم توقعي كم كيلو معنا في الميزان؟ عندنا الحمص وعندنا قش القهوة، كم؟ كم كيلو وين؟ ها كيسين. كيسين؟ كيسين كيسين مو كيلو وين. لا لا كيسين مو كيلو وين. ها يا أختي. وانقصت حبة. وانقصت حبة، الذمة مطلوبة. ايه. وين معنا ريم ولا ما سمعنا صوت؟ ريم. الو. كم هاي يا ريم، كم كيلو يا امي؟ كم كيلو؟ نعم. ابو ريم ولا اخو ريم ولا من معنا؟ اخوها. كم تتوقع من كيلو في الميزان يا ابوي؟ عندنا حمص وعندنا قش قهوه. ما في مساعده خيارات. والله اقل من 50 وفوق الكيلو. وفوق الكيلو. ها 52 53. لا مالك لوى، وين خفيفة يا شيخ. ما قلنا خيشة. من راح تبوك؟ تبوك. من تبوك. تبوك ما مالك لوى كم قال؟ قال 52. 52. لا معنا من الرياض، معنا الأخت معالي. معالي السلام عليكم. سلام. كم تتوقعين من كيلو يا أختي بسرعة؟ 6 كيلو. كم؟ 6 مالك لوى، بين البايع وبين الشاري. يفتح الله. معنا اتصال كذلك من معنا كيلو. صنفين. صنفين قشر قهوة. قشر قهوة. انت جربت قشر قهوة؟ أشوف يقولون ممتاز يا راشد. ممتاز وشو له؟ يعني هو زين اللي القهوة تجي له حموضة ولا تجيب لك كذا. هذا قشر مو بقهوة. لا لا قشر. وأنا ومع ذلك خفيف يعني. إيه خفيف يا جماعة، ترى خفيف. طيب خلنا نشوف مي من الرياض. مي من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم كيلو تتوقعين قشر القهوة اللي معني في الكيس والحمص؟ كيلو ونص. كم يا أختي؟ كيلو ونص. كيلو ونص؟ لا لا ما وين، شوفوا شلون طالعون أنتوا يا جماعة الخير. واكل كثيرة ترى الحمص ثقيل. بين البايع وبين الشاري. يفتح الله. أروى من رؤى من الرياض، حياة. السلام عليكم. هلا يا أختي، كم تتوقعين من كيلو؟ ساعدني. أساعدس أكثر من كيلو وأقل من 1000 كيلو. يا قلنا 50. قلنا 50 شو أسوي بهم. هاي أختي، قشر قهوة يجي تقريبا ومع حمص شغل، لا كان لا جرى. ها بطبط. كم توقعين؟ كم كم؟ أعطينا رقم. إن شاء الله 25. كم كم؟ إن شاء الله 25 ولا 5؟ 25 ولا 5؟ كم؟ 25. 25 كيلو مال تلوى، وشلون تصير 25 كيلو؟ شوفوا يا جماعة الخير، هذا قشر قهوة ما يبي له شيء خفيف، وهذا يعني يجي كم؟ يعني كم توقع؟ ما أخاف أتوقع أجيبها صح. لا 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 توقع. ترى أنا أتوقعي واحدة بوحدة. معنى اتصال كذلك. مها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياة الله يا مها. وعليكم السلام. كم تتوقعين يا أختي الحمص وقشر القهوة في الميزان، كم تتوقعين؟ ها؟ 8 كيلو مال تلوى بين البايع وبين الشاري. يفتح الله. ناخذ فاصل. ناخذ مها؟ ناخذ نجود، المخرج يقول نجود. ناخذ نجود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كم تتوقعين؟ وعليكم السلام. كم تتوقعين يا أختي في الميزان من
عندنا حمص وعندنا قشر قهوة. كم كيلوين ونص؟ كيلوين ونص ما لتلوى، وبين البايع وبين الشاري يفتح الله. في الفقرات الماضية كان في ناس يكلمون من جنوب المملكة، كانوا جزاهم الله خير يجيبون ميزان وتقريبا نفس الوزن اللي عندنا ويقسون على طول ما شاء الله، ويجيبونها واحدة بوحدة بوحدة. إذا ناخذ فاصل ونرجع وياكم ونواصل مع دكانكم دكان الحارة وهالحلقة الأولى اللي مع الجزء الثالث. فاصل ونواصل. أقبال 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 جاكم 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 دكان الحارة ساقني يا جماعة، لقيت بأجمل وأحلى بضاعة. دنان، هل يتأثر شرائك المقاضي وانت جاء؟ بالتأكيد، لأن الجوع يغلب على العقل، فيفضل أنك لا تروح للسوق وانت جعان، هذا المطلوب. يعني الجوع كافر، بتشوف أي شيء قدامك بتاكله، ما يحتاج ما يحتاج توصي. يعني الله يحفظ. تندم أحيانا بعد ما تشبع معينة؟ والله كثير، دائما تتكرر، كل شهر تتكرر الحركة هذه. أكيد بيختلف، لما يكون واحد جعان أو كده يبقى عنده سرعة في اتخاذ القرار، ممكن يشتري أي حاجة بدا. وبعدين لما بيبدأ يشبع رغباته وياكل ويروح البيت، ممكن يلاقي مثلا ان هو تسرع في شراء اغراض معينه. فعشان كده بيختلف اي حاجه، لما يكون الواحد جعان ما تاخدش، يعني ما تاخدش فيها قرار، سواء غضبان سواء جعان، كل الحاجات اللي تيجي بسرعه. يعني قصدك انه يتريث، يعني يروح يلتزم بالورقه المكتوبه. بالظبط. تمام. يعني كان جعان يروح يدور حاجه ياكل، وبعد كده مثلا غضبان يهدى شويه وبعدين يتخذ قراره. بس هو ده الاختلاف يعني. أقبال 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 جاكم 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 دكان الحارة ساقني يا جماعة. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بعد الفاصل. لمن انضم لنا وتوه يشوفنا، يا مرحبا يا مرحبا، عين الحاف وعين افراش. كانت عندنا اللعبة يا ابو فهد. اي نعم، الميزان يا حميدان. الميزان الميدان يا حميدان، او حراج واحدة حراج اثنين. اثنين كم نقول؟ والمقصود منها وش الفائدة من هاللعبة؟ انهم الناس تخمن. نعم تخمنوا، لا وبعدين تعرف الوزن. نعم بنعرف الناس شلون الوزن. احيانا سبحان الله بعض الناس يعرفه من يوم يشيل الوزن. أيه؟ اذكر في كياس القهوة يكتبون عليها 20 كيلو وهي سبحان الله 18. أيه. فتسأل أحيانا اللي يبيع ويقول وش أسوي، هي جت كذا. نعم. ولذلك أحيانا تشتري بالكيلو أحسن مما تشتري أحيانا بالكيس اللي مكتوب فيه الوزن على طول. نعم. تأكد في الوزن خصوصا في القهوة وغيرها، أنك إذا كتب عليها مثلا كيلو معين قسها بالكيلو اللي عندك من الميزان، تلقى سبحان الله أحيانا دائما يختلف. لا وترى عاد هذا عاد نوع من الغش. إيه أكيد. إيه هو نعم. هذا مسكين يقول إني أنا جايتني كذا ومحاسبيني على كذا، ولذلك تشتري بالكيلو أحياناً أفضل. زي اللي يأخذ له، زي اللي يأخذ له اللبن لترين، هو يوم يكبه يصير لتر وثمانين، لتر وتسعين. صحيح. ما تم اللترين. صحيح. نعم. معنى اتصال. وزنك معنى اتصال؟ لا بس خلنا نأخذ اتصال اتصالين ونقفل عليها. طيب. أجل. الوزن طبعاً مو سري. خلنا بنقول أقل من 15 كيلو وأكثر من 3 كيلو. إيه؟ قبل كنا نقول أكثر من كيلو. إيه. أقل أكثر من كيلو وأقل من. أو أقل من 50. من 50. أقل. إيه. أقل. الآن إن بنقرب لكم. صل على النبي. صل على النبي. طيب لا أصل ميزاننا منكسر ومنشعر، لكن يعني كم وصل؟ ما أدري، المخرج ما شاء الله جاب له لقطة. أيه؟ شكله بيساعد اللي بيتصلون معنا الآن. يلا إذا كان في متصل، في متصل يفوز. يلا إذا معنا جود من حفر الباطن. باطن جود حياك الله. سلام ورحمة الله، حياك الله جود. ألو. حياك الله جود، السلام عليكم. وعليكم السلام جود. عندنا الميزان، كم تتوقعين الوزن هذا؟ كم محاولة لي؟ لك محاولة واحدة. محاولة. أنا من حاطة بني تميم. من حاطة. ونعم ونعمين وثلاثة. يلا عطينا كم تتوقعين الوزن هل تشوفينه؟ قرب لي. هذا هو ايش بعته. عطها الصورة، عطها الصورة. يلا خلص عجلة. تطلع الكاميرا عليه. كم نقول كم؟ هذا واضح. كم نقول كم؟ كيسين. قشر قهوة وحمص. قشر قهوة وحمص حب. كم نقول كم؟ ترى قشر قهوة خفيف.
ترى قشر القهوه لا تحسبينه واجد، بس يعني مو بتحسبينه واجد، تحسبينه يعني في حدود ال ما اطلع. طيب ايش قالت؟ ايش قلتي يا اختي؟ ما اطلع. ما طلع، طلعوه. لا يا جماعه يلا عجل يا اختي. كم نقول كم؟ اعطينا رقم، اعطينا رقم، اعطينا رقم. ما طلع عليه. مو شرط. تشوفين كيسين، هذه كيسين، ها كيس وكيس، واضحه ما يبي لها شيء. كم تتوقعين؟ اقل من 50 وفوق الكيلو. كيلو ونص. كيلو ونص مال سلوى، وبين البايع وبين الشاري يفتح الله. اذا لا مريم ولا سلطان ولا ريم ولا معالي ولا مي، فيما تجينا الاسماء الصحيح انها مثل ما هي في الميزان، ميزاننا ذا كل شوي يطلع وينزل، انها 6 كيلو وربع، 6 كيلو وربع هو الميزان للكيس قشر القهوه. ورجع يا ابوي محله، رجع مكانه. ايوه صك عليه، ترى بيجي له دور ثاني، بيجي له دور. وانت عبد الرؤوف خذ يا ابوي، خذ. ايوه اذا هي تخمين. نعم. فقره بعض المسابقات ما شاء الله مع الوقت راح علينا بشكل سريع. الان في الغله بناخذ اسم واحد ويربح معنا باذن الله عز وجل 1000 ريال. موعدنا دائما من الساعه 9 الى الساعه 10 من يوم الجمعة، وكذلك هناك إعادتين له كما يبدو لي، هي يوم السبت احتمال الظهر، واحتمال كذلك في الليل على الساعة 12 أو الساعة 1 تقريبا. راشد وش تقول في نهاية الحلقة؟ وش والله أقول إنها أول شيء إن شاء الله تكون بدايتنا إن شاء الله بداية خير، وإن شاء الله يا رب إن نتوفق إنا وياكم في إن نوصلكم معلومة جديدة خلال الدكان، من خلال الوزن، من خلال المعلومات اللي نضيفها لكم، وتصبحوا على خير بإذن الله. كذلك عبد الرؤوف وش تقول للناس وإن نقدم أول حلقة؟ أول حلقة أقول له مع السلامة، حفظكم الله، إن شاء الله أسبوع ثاني يوم الجمعة بإذن الله. سعود إن سهرناك اليوم عن مدرستك، بس وش بتقول للجمهور؟ نقول للجمهور الحمد لله ان الله وفقنا على اعداد الجزء الثالث من دكان حاره، ونشوفكم الاسبوع القادم باذن الله. باذن الله، اذا دقائق وتجينا الاسماء، نشوف الغله وش فيها من فايز. لا هي بعد عندكم. الاسماء من عندكم. فنشوف من اللي فايز معنا ب 1000 ريال، اخونا وحبيبنا سلطان يقول بنحسبها ونكتبها. وعسى الله يعين. إذا نتواصل وياكم كذلك على صفحة الفيسبوك إن شاء الله اللي قريبا تنطلق، وكذلك على الإيميل، وكذلك على يبدو صفحاتنا عموما، سواء الأستاذ راشد أو عندي في صفحتي على البريد، أي اقتراحات لكم في برنامجكم دكان الحارة. طبعا أذكر كان من اللي معنا عوض شيخ العرب، الله يجزاه بالخير. نعم. ومسي كذلك على مخرجنا أخونا وحبيبنا متعب العبيد، والآن أبو بدر الأستاذ ماجد صلاحات يعطيك العافية، وكذلك كان معنا محمد حابس. نعم الله الدنيا. تراها أعرس الله يوفقه. إن شاء الله يا ربي الله يوفقه أستاذ محمد حابس بإذن الله. نعم. وكذلك كان معنا عبد الله بن عبد المجيد. نعم كان معنا جزاه خير في التقديم، يعني وفه وكفه جزاه الله خير. إي والله بيض الله وجهه. الله يرضى عليك. وصلت الأسماء. وصلت الأسماء. دقائق شوي. يلا. لا أنا كانت. طيب إذا عندنا بناخذها بشكل، تعال يا سعود نبي نجيب الصغيرين هم اللي بياخذونها معنا. توقع أن أنت طالع كذا بشيل نظاراتك زين، بشيل النظارات واختار واختار اسم زين. من اللي معنا هنا زين؟ أيوه شوف لك أي اسم من اللي مكتوبين بالأزرق اللي كتبت أنت. يا ربي عمين. يلا اختر يا وي. لا بسرعة حط يدك يا اخوي. ايه هذا بس اللي اشرت عليه؟ ايه هلا اشر عليه زين. طيب اذا معنا الاخت الفائزة هي اماني من الرياض، مبروك 1000 ريال. 1000 ريال حلال بلال. إلى أن نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من برنامجكم دكان الحارة. عبد المجيد اليمني يقول لكم حافظكم الله، والله يسر أموركم، وأحلام سعيدة بإذن الله عز وجل. ولا تنسون مصالح دعواتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حافظكم الله، مع السلامة. أقبل أقبل أقبل.
دكم دكم دكان الحارة ساقني يا جماعة لقيت بأجمل وأحلى بضاعة ودكان الحارة ساقني يا جماعة بضاعة ودكان الحارة هلا أقبال بنوارا هلا هلا ضحكوا عيارا هلا وهذه التجارة هلا العبوس طارا هلا وفن ومهارا هلا دكان الحارة